أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا كان المسجد امتلأ هل يجوز الصلاة بجانب الإمام يمينا أو يسارا عنه؟ نعم، لكن يكون عن يمينه أحسن، ولو كان عن يسار يعني يمينه ما في مكان صار عن يساره لا بأس، لأن يمينه موجود، الجماعة موجودين وإن كانوا خلفه هم يسدون الجناح عن يمين. نعم، ولو كانوا خلفه. لكن لو جاء وحده والإمام وحده ما في جماعة فلا يقف عن يساره وإنما يقف عن يمينه، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما جاء وقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. إذا كان ما مع الإمام إلا واحد فإنه يديره عن يمينه، أما إذا كان الإمام عن يمينه ناس أو خلفه ناس يجوز أنه يكون أحد عن يساره، لا سيما إذا كان المكان ضيقا.